نستعرض معكم تحفة جديدة من صناعة فان لايف عمان، مرسيدس سبرنتر هذا الجميل، مميزات وتصميم مختلف جدا هذه المرة. الحجم من السبرنتر هذا يعتبر من الأحجام المناسبة وسهلة القيادة، وحجمها مناسب تدخل فيه المدن وتروح فيه أي مكان تريد. قبل أن نرويكم كل التفاصيل اللي فيه، خلينا نرويكم المميزات الخارجية في الأول. المظلة الخارجية الأوتوماتيكية، غرفة السقف تفتح كهربائيا بهذا الشكل. عن خيمة السقف تفتح كهربائيا من خلال الريموت أو زر التحكم في الداخل. الإضاءات الخارجية باللونين البرتقالي والأبيض، واللي ممكن تشغل اللونين مع بعض على مدار الفان. هذا المطبخ الخارجي، طباخة مغسلة، كهرباء خارجية موجودة هنا. الفان في نوافذ كثيرة تعطيك اطلالات وشراحة. الشغل الخارجي، نقطة تعبئة الماء والكهرباء، نظام التصريف الأوروبي. على المدخل هنا عندنا كاونتر المطبخ بهذا الشكل الأنيق. كاونتر المطبخ في طباخة، وهنا المغسلة، وفي نافذة هناك، وفي فتحة توصيل مع السائق أو تقفلها تعطيك الخصوصية. وهذا الطابع الأنيق. عندنا هنا خزائن كثيرة، الثلاجة والدرج، خزائن، الخزانة فيها قصة خاصة مثل ما تشوفوا، حيث في انسيابية للشكل. وهنا خزائن طولية للبهارات والأشياء الثانية. هنا عندنا خزانة ثانية تحت المغسلة كبيرة. وهذا هو كاونتر المطبخ الأنيق. وأهم شيء الخيمة العلوية، الطريق لها من الدرج هذا سهل الفتح. عندك خيمة هنا لشخصين، تقدر تفتحها طبعا ناموسية أو بلاك أوت. وعندك هنا سويتشات، هنا السويتشات طبعا فيها الديمر، تخفض زي الإضاءات، إنارة USB وتايب سي، مخرج 12 فولت و 220 فولت في هذا المكان، بنفس الديكور الداخلي. تفتح الباب الخلفي، تصير عندك هنا الجلسة تتحول إلى سرير مع خزائن سفلية بجانب الصوفتين، تلفزيون ومخازن على الجانبين، التكييف بشكل أنيق، طابع الألوان مودرن، قصة الخزائن مختلفة هذه المرة، وحدة التحكم كل شيء في مكان واحد، حتى وحدة التحكم تتحكم فيها بالتليفون. ومثل ما تشوفوا، وهنا عندنا دورة المياه، كرسي المرحاض بالنظام الأوروبي، الشاور والشطاف والإنارة باللمس، خزانة طولية، جلسة وطاولة الطعام والنوافذ، وتختار الإطلالة اللي انت تريدها. تذكر خيمة السقف من الريموت. وهذه كانت تغطية سريعة لهذا الكامبر المميز. اعطينا رأيك في التعليقات، نشوفكم في تغطيات أخرى.